أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة منتصف الليل، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بالإعلام والنشاط السمعي البصري وعرضين خاصين بقطاع الشؤون الخارجية والصحة ومسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن. السيد عبد المجيد تبون رئيس كل الجبهات ورجل الالتزامات بمكاسب تتحقق وإصلاحات يلمسها المواطن في الميدان تؤرق أعداء الجزائر. الجزائر ولبنان توقعان اتفاقيتين حول التعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين، ووزير العدل حافظ الأختام يصفها بالآلية الأمثل والحصن المنيع من التهديدات الإجرامية التي تمس مصالح البلدين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا، وبداية يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بالإعلام والنشاط السمعي البصري وعرضين خاصين بقطاعي الشؤون الخارجية والصحة، بالإضافة إلى مسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن. السيد عبد المجيد تبون رئيس كل الجبهات ورجل الالتزامات بمكاسب تتحقق وإصلاحات يلمسها المواطن في الميدان، فقد استطاع السيد الرئيس في ظرف سنتين معظمها في ظل الجائحة ورغم الصعاب أن يحافظ على الأهداف السياسية التي رسمها عبر التزاماته 54 من أجل بناء الجزائر الجديدة بدولة قوية وعادلة. التفاصيل مع خالدة حاج لالي. ليس من السهل على أي كان أن يتسلم بلدا على فوهة بركان، ثغرات مالية بملايير الدولارات وفساد عشعش في الإدارات والمؤسسات وبيروقراطية على كل المستويات، إرث ثقيل وجده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى توليه الحكم، زاده تعقيدا وتأزما وباء عالمي فتاك بجائحة كوفيد-19، مما شكل سباقا مع الزمن لمجابهة معارك جانبية على كل الجبهات. السيد الرئيس استطاع رغم كل الظروف المحيطة به من المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الأساسية التي رسمها عبر التزاماته 54، بناء الجزائر الجديدة. فرغم عرقلة دواليب الإدارة والبيروقراطية، الأرقام تكشف اليوم وبوضوح أن عديد الإصلاحات والإجراءات قد تمت بنجاح. السيد الرئيس الذي لا يتوانى في انتقاد كل المتقاعسين وهو من المحاربين بشدة لكل أشكال البيروقراطية والفساد والرشوة والتي أدت في وقت سابق إلى خلق اقتصاد مافيوي نخر البلاد لسنوات، اليوم وهو بقوة شرعيته وشعبيته يحظى بأمال كبيرة لدى جميع أولئك الذين يحلمون بجزائر قوية ومزدهرة، وعزيمة الرئيس في تخليص البلاد من هذه الآفة يتجلى في عدم تسجيل أي قضية فساد منذ بداية عهده، وهو ما بات يزعج كل ناقم حاقد على البلد من المتحالفين مع القوة الاستعمارية السابقة، فمصالحها الاقتصادية أضحت مهددة بعدما كانت تحظى الرعاية والحماية من قبل نظام بيروقراطي وقوى غير دستورية باعت الجزائر كقطع غيار للوبيات الفرنسية التي تستعمل أبواقها الإعلامية لتسويد صورة الجزائر التي لم يتقبلوا فقدانها بعد 60 سنة من الاستقلال، ويتجرعون اليوم مرارة صعوباتهم الاقتصادية الملموسة بصعوبة والتي يوجد نصف سكانها في معاناة اجتماعية، كشف حقائقها وزير فرنسي سابق لمجلة اقتصادية. والجزائر الجديدة تمضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب بإصلاحات جذرية، لا سيما في قطاع العدالة الذي تعزز أمس باتفاقيتين حول التعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي وتسليم المجرمين. توجت المحادثات الثنائية التي جمعت وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني هنري الخوري.
وزير العدل حافظ الأختام أكد أن الاتفاقيتين تعدان الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، وتؤسسان إطارا جامعا مانعا يحصن البلدين من التهديدات الإجرامية ودرعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب. هذا المقام نشعر بارتياح كبير والتفاؤل بالمستقبل، مباركين الخطوة الرائدة التي نخطوها اليوم سويا بالتوقيع على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي واتفاقية متعلقة بملاحقة المجرمين وتسليمهم. وكما تعلمون فإن هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، وبالتوقيع عليها نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية ويكون درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب، لا سيما بالنظر للأحكام التي تضمنتها والتي من شأنها السماح للبلدين بصد كل الشقوق والمنافذ التي قد تهدد إقرار العدل فيهما وإحقاق مبدأ سيادة القانون، وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الأمن والسلم العالميين. كما ستدفع هذه الاتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانوني والقضائي والارتقاء بهما إلى المستوى المنشود، وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات التاريخية الموجودة بين لبنان والجزائر حثيثة المبذولة من بلادي من أجل إرساء قواعد إطار اتفاقي مع الشريك اللبناني تتماشى الالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على عاتقه منذ توليه رئاسة البلاد، والقائمة في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين الجزائر وشركائها الاستراتيجيين وبالأخص الدول الشقيقة والصديقة. كما يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في بلادي والمنبثق عن الدستور الذي بادر به السيد الرئيس سنة 2020 وحظي بتزكية الشعب الجزائري والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة في استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري، فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره السيد الرئيس لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج. توقيع الاتفاقيتين جاء نتيجة أكيد عمل اشترك فيه الدولتين، وكان من المقرر توقيعه بحزيران، تم تأجيله لأسباب كورونا، وبالنتيجة الحمد لله أنه تم التوقيع. هالتوقيع الاتفاقيتين بيتناولوا أكيد التعاون القضائي بين البلدين من جهة، والتعاون جزائي لملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين عند الضرورة إذا اقتضت الحاجة. وإن شاء الله أنه هالاتفاقيتين تكون بداية مثمرة بتزيد على حسن العلاقات القائمة بين الجزائر ولبنان. وكمان نتمنى أن تتطور الاتفاقات أو الاتفاقيات بين لبنان والجزائر وتشمل أمور أخرى لخير البلدين. وببيروت دائما شارك عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب بمقر السراي الحكومي، شارك في مراسم حفل تكريم الفائزين 3 بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، حيث افتكت الجزائر الجائزتين الأولى بأطروحة حماية الشهود والخبراء والضحايا من القانون الجزائي الجزائري للباحثة أمينة ركاب، والجائزة الثالثة بأطروحة دور القضاء الوطني في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان للباحث الدكتور سفيان عبدلي. حماية الشهود والخبراء والضحايا في القانون الجزائي الجزائري للباحثة الدكتورة أمينة ركاب، تهانينا دكتورة. وجاء المركز الثالث لأطروحة بعنوان دور القضاء الوطني في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان للباحث الدكتور سفيان عبدلي، فليتفضل على المسرح مشكورا.
وفي كلمة له بمناسبة حفل التتويج، أكد وزير العدل حافظ الأختام رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب أن هذه الجائزة سترفع من مستوى البحث العلمي بالجامعات العربية. إن اجتماعنا في هذا اليوم المميز إنما هو لتحقيق هدف سامي ونبيل يتمثل في تكريم المتفوقين الفائزين في هذه الجائزة، وهم بحق نماذج مشرفة للأمة العربية، وما كان اختيارهم من لدن لجنة التحكيم إلا نظير تميز أبحاثهم. السيدة والسادة الفائزون، لا شك أن تفوقكم هو ثمرة طيبة المذاق ولم يأتي إلا بالجد والاجتهاد، فالنجاح ليس ولد الصدفة لكنه ليس صعب الملال، ويأتي حين يأتي بعد جهود وعناء. إن تكريم المتفوقين في أي مجال خاصة لما يكون بمستوى إقليمي أو دولي سنة حميدة ترفع من معنوياتهم وتزيدهم حماسا لبذل المزيد من الجهود لمواصلة البحث وتدفع للتنافس الشريف. فالباحث عندما يتعب ويجتهد ويتفوق ثم يجد من يكرمه ويحفزه يشعر بأنه قدم شيئا إيجابيا لوطنه وللأمة التي ينتمي إليها. لذلك أتقدم إليك أصالة عن نفسي ونيابة عن أشقائي وزملائي السادة وزراء العدل العرب بأجمل عبارات التهاني وأطيب الأماني على هذا النجاح الرائع الذي سيكون البداية لنجاحات أخرى مستقبلا وسيسجل لكم التاريخ هذا السبق. ولا أشك أن هذا التتويج لن يمر كحدث ظرفي ينتهي بانتهاء هذه الاحتفالية، بل سيكون حاضرا في ذهن كل باحث عربي يحضر أطروحة الدكتوراه ليحرص على جودة بحثه لخوض غمار هذه المنافسة. وهكذا ستكون هذه الجائزة من بين الأسباب التي سترفع من مستوى البحث العلمي في جامعاتنا العربية، وسوف يستمر العمل بها وتطويرها بحول الله لتشمل مختلف التخصصات القانونية. ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماع للحكومة عقد بقصر الحكومة تمت خلاله دراسة النقاط الآتية. ففي مجال الصناعة قدم مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالاستثمار، وطبقا للإجراءات المعمول بها ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وفي مجال البيئة قدم مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بتسيير المساحة الخضراء وحمايتها وتنميتها، والذي سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وفي مجال الصحة تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لوثائق الصحة قصد تحويلها إلى وكالة وطنية لرقمنة الصحة. أما في مجال الشباب والرياضة فقد قدم عرض حول مسار اعتماد المنشآت الرياضية وبالأخص ملاعب كرة القدم في إطار تأهيل المنشآت المعنية وتكييفها مع المقاييس والشروط الجديدة للاتحادية الرياضية الدولية في مجال تصميم وإنجاز المشاريع والمعايير التقنية والأمنية. تنطلق اليوم بمختلف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن دورة فيفري 2022، والتي يميزها استحداث أزيد من 280 ألف مقعد بيداغوجي كيفت تخصصاته مع متطلبات سوق الشغل مواكبة لاستراتيجية البلاد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. التفاصيل مع إنصاف بخلفة. تنوعت عروض وفرص التكوين أمام الشباب في دورة فيفري 2022 ب 385 تخصص كلها متوجة بشهادة و 134 تخصص تأهيلي قصير المدى، تخصصات أوجدت وفقا لسوق العمل المتطلب الدائم لأيادي العمل المؤهلة. تعمل الدولة عبر مراكز التكوين توفير عامل النوعية فيها. قطاع التكوين المهني يعرض تقريبا أكثر من 2283991 مقعد بيداغوجي في كل دخول مهني. هناك تخصصات جديدة، هناك فروع مجددة أو ما يعرف مستمرة. بالنسبة لهذه الاختصاصات يتم تحيينها دوريا على حسب ما يوجد في المحيط الاقتصادي، ما يوجد في سوق الشغل.
فالجميع يستطيع تسجيل نفسه ومن بيته واختيار التخصص المرغوب فيه والولاية المراد التكوين فيها عبر منصة مهنتي. هي أرضية رقمية تتيح التسجيل الراغبين في التكوين بالتسجيل عن بعد. فمن أهم خصوصياتها أنها تذلل وتشرح وتوضح بصفة مختصرة جدا التسجيل عن طريق الإنترنت. ولتبسيط أكبر يتم اختيار حتى نمط التكوين، فالدولة تتبع في استراتيجياتها عامل الانفتاح والتنسيق الشامل مع محيط الشغل. في إطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الجزائرية في أوكرانيا وأمام تدهور الحالة الأمنية، تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا إلى التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر. بالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين عبر الأرقام التالية: سفارة الجزائر بوارسو الرقم الأخضر 00-48-07-06-05-353، الرقم العادي 00-48-22-65-875. سفارة الجزائر ببوخارست 00-40-21-31-44-565. كما تحرص وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنين في أوكرانيا، ولحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بين أفراد جاليتنا المقيمة في هذا البلد. دوليا، وفي اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية الغربية على موسكو في ظل جهود لبدء المفاوضات، فيما حذر الرئيس الأوكراني من محاولة قيام القوات الروسية هذه الليلة بالاستيلاء على العاصمة كييف حيث تدور هناك معارك ضارية. التفاصيل مع نسيم يعقوبي. يوم ثالث من إطلاق العمليات العسكرية الروسية في دونباس، وحديث عن توغل شامل للقوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، مشهد يستمر وتستمر معه سلسلة الضغوطات السياسية والاقتصادية الغربية على موسكو في ظل جهود لبدء المفاوضات، مفاوضات قال عنها فلاديمير بوتين وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الصينية أن الجانب الروسي على أهبة الاستعداد لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع الجانب الأوكراني. وزير الخارجية الروسي بدوره جدد تأكيد موسكو واستعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة بعد وضع القوات الأوكرانية للسلاح، فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن العقوبات المفروضة على موسكو لن تغير شيئا ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس. هذا وقد حذر الرئيس الأوكراني من محاولة قيام القوات الروسية هذه الليلة بالاستيلاء على العاصمة كييف، مجددا طلبه للقوى الغربية بتقديم الدعم اللازم لقوات بلاده. هذا وقد أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر قوات إضافية لتعزيز القدرات العسكرية لبلاده بأوروبا ودعم الحلفاء في حلف الناتو، مشددا أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل قطعة أرض من أراضي حلف الناتو. والآن شريط المختصرات الدولية مع يونس مسلكة. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.2 درجة على سلم ريشتر سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، كما ألحق الزلزال أضرارا مادية كبيرة في المنشآت القاعدية للبلاد.
إلى أستراليا، حيث لقي شخصان مصرعهما وفقد أكثر من 10 أشخاص إثر الأمطار الغزيرة التي صحبتها فيضانة عارمة شرق البلاد، وهو ما دفع السلطات إلى إطلاق سلسلة تحذيرات طارئة. هذا وتواصل فرق الإنقاذ مساعدة المنكوبين والبحث عن المفقودين. قرابة 6 ملايين وفاة وأكثر من 435 مليون إصابة هي الحصيلة الجديدة لوباء كورونا حول العالم، أين يعرف الوباء انحسارا ملموسا في كل أنحاء العالم هذا الأسبوع، وهو ما يعتبر مؤشرا مهما حسب المنظمة العالمية للصحة. وبأخبارنا الدولية نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحقة بحول الله، في أمان الله.